اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج لك على الهواء. أه النهارده قبل ما ابدا برنامجي اعزائي المشاهدين استسمحكم عذرا لاهني الشعب المصري والشرطه المصريه اتقدم بتحيه طيبه واطره لارواح الشهداء واهني الشعب المصري العظيم وابناء مصر المخلصين بمناسبه عيد الشرطه الذكرى 69 وكل عام الشعب الشعب المصري والشرطه المصريه بالف خير وحفظ الله مصر و... حفظ الله مصر وابناء مصر ورئيسها ان شاء الله اعزائي آه المشاهدين النهارده انا معايا ضيفه آه صراحه انا مبسوطه بيها جدا آه هي منوراني آه في الاستديو آه بتفاعل بيها دايما جميله من الناس برضو اللي بتدعمني على طول آه معايا داخل الاستوديو آه معالي المستشار الاعلامي آه استاذه هدى محمد حسن آه مستشار اعلام وايضا رئيسه قسم ب... باداره تعليم باداره التعليم بقليوب اهلا وسهلا بحضرتك, أهل بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله كل سنه طيب الله يخليك وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري طيب يا رب الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك منورانك نسيتي نسيتي هنتكلم آه النهارده عن التعليم وحضرتك برضه آه مستشاره في المستشاره مستشاره الاعلام والعلاقات العامه فهنتكلم عن دور الاعلام في نشر الوعي ما بين المواطنين لمجابهه فيروس كورونا هو حضرتك الاعلام له دور كبير جدا في حكايه توعيه الشعب المصري لان جائحه كورونا دي الناس مستسهله بيها تمام فالمفروض ان احنا الاعلام ده يبقى فيه توعيه جامده في قنوات مخصصه انها توعي المواطنين لان احنا مش عايزين نوصل للي وصل لو له البلاد الاجنبيه هي لان احنا طبعا عندنا امكانيات ضعيفه مش زيهم احنا عايزين توعيه جامده المفروض يبقى في قنوات متخصصه انها توعي الشعب المصري ويبقى في دكاتره بيجوا في القنوات يوعوا الشعب المصري ان التغذيه نظامها ايه ان احنا الكمامه دي نلبسها على طول أيوه. المفروض ان يبقى في توعيه جامده احنا ع... احنا مستهترين شويه واخدين الموضوع كده يعني مش مش بجديه أيوه. فالمفروض في الناس ال... ايوه اه أيوه. واخدينهم ال... مش بجديه المفروض أيوه. الاعلام لانه في في ناس بتتساقط احنا بنشوف أوه. قدامنا ناس صراحه بتموت وناس احنا مش عايزين نوصل اه ل... لل... مش عايزين نوصل وصلت له امريكا ولا بريطانيا ولا ايطاليا ولا الصين ولا, أيوه. ولا الدول الجماعة دول أيوه. احنا 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 مش ما عندناش امكانيات زيهم بس حضرتك يعني يعني صراحه في ناس صراحه ملتزمه احيانا انا باجي مثلا في المركبات العامه بلاقي في جزء صراحه من الناس بيكونوا ملتزمين صراحه بس حضرتك عشان ان هم قالوا ان في غرامه على لا طبعا عشان كده هو, هو الناس المفروض يبقى في من نفسنا توعيه الصحة جامده الصحه تعتبر ثقافه يعني ثقافه صحيه دي حاجه برده كويسه جدا احنا توعيه من الاعلام جامد يعني توعيه جامده لان الناس اصلا مرتبطه بالاعلام يعني حضرتك لو فيه في تلفزيون قناه مخصصه لتوعيه لتوعيه الشعب المصري الناس اصلا بترتبط بالتلفزيون تمام. يعني اي برنامج بيجي بي يعني بي ممكن يسمعوا هم عاملين لافتات يعني عاملين عاملين لافتات في الطرق وبرضو عاملين بيعملوا برضو في اعلامين كتير فيه برضو. اه بس زي التلفزيون برده التلفزيون اللي في كل بيت تمام. الناس هتبقى عندها آه يعني اهتمام شويه إن تتفرج إن إن يبقى في في المفروض إن في دكاترة تبقى موجودة في كل يعني في أيوة يعني أيوة حتى تتفرج حتى يشوفوا يعني اشرحوا للناس يعني شرحوا للناس, للناس أيوة إنه برضه إنه مع الرعاية وطرق الوقاية نبعت نفسنا أوه. غير إنه برضه إنه في ح... يمكن يكون في أكلات في حضرت معينة في حاجات معينة لازم الواحد يتبعها بيكبروا إنه إن عندهم كورونا تمام. ممكن بيخ... بيخرجوا وفي ناس بره. بقى في ناس بقى بيقبلوا الحاجة دي عمره ما كانش المرض تعيب أو أه حاجه مخله من الكورونا دي دي حاجه ربنا اللي جايبها لنا أيوة أيوة دي يعني حاجه ابتلاء من, اتلاق من عند ربنا سبحانه وتعالى ونتمنى يا رب يزوح عن البشريه كلها يا رب نتمنى ذلك يا رب و... نتمنى يزوح عن البشريه كلها كل يا رب لان طبعا و... اللي هيتضر هناك ب... احنا بنضر منهم هنا جوجل بيت... تأكيد صراحه أوه. بس أوه. احنا نتمنى انه الناس تلتزم زي ما حضرتك قلتي ايوه آه برضه شايفه انه حضرتك في التعليم آه مؤثر في الكورونا مؤثره في في جانب التعليم طبعا اثر حضرتك عن عدم الحضور كده احنا كنا عندنا المدارس شغاله عادي بس احنا طبعا من كتر اولياء الامور خايفين على اولادهم تمام. واحنا كنا عاملين عمره عامل احترازيه جامده كنا اسمين البيانات يوم والبنين يوم وعاملين نظافه جامده في المدارس وكده وعاملين تعقيمات و... والادارات بقت بتدينا حاجات معقمه و... وكل في تباعد بين ال... فيه تباعد في تباعد كنا اه كنا بنقسم المجموعه يعني مثلا لو عندك 40 طالب كنا بنخلي 20 بقى 20 هنا وكل يوم جزء كل يعني يوم يعني. جزء وجزء اه بحيث ان يبقى في تباعد بس دلوقتي اولياء الامور خايفين على اولادهم في في خوف في قلق بس هم حقهم برده حقهم يخافوا على الاطفال طبعا طبعا ف... ما هي الموضوع مش يعني مش هزار الموضوع لا حقيقي الموضوع صراحه الموضوع جد بس يعني احنا احنا المفروض احنا نهتم جامد يعني احنا عندنا في ال... في في الشوارع الناس ماشيه عادي ما فيش يا جماعه مش هينفع الكلام ده يا جماعه الواحده لابسه كمامه بي يعني بيتريقوا عليها يعني <applause> في ناس تلاقيها معلقه الكمامه على العربيه العربيه أيوة. اه اه انا بركب مع سواقين كتير قافلين الشبابيك يا جماعه فتحوا الشبابيك مش هينفع الكلام ده بعد كده ايوه واحنا في في الدنيا برد في الشتاء لو في ضابط او حاجه يروح لابس الكمامه أيوة طب ما ينفعش الكلام ده ده احنا ده أيوة احنا يعني احنا ماشيين سطر ربنا ربنا كريم اه ربنا كريم يعني احنا احنا دلوقتي مش عايزين نوصل وصلت له الدول الاوروبيه مش هينفع الكلام زالي. ده وحضرتك شايفه انه الكلام ده مؤثر في يعني الفصول العام الدراسي مؤثر في انه الطلبه يتنقلوا من فصل لفصل ثاني مؤثر في حتى طبعًا في طبعًا في التعليم عندهم او مؤثر في حاجات كتير حضرتك دلوقتي حكايه ان يبقى في يعني مفيش دراسه او ان انت الولد هيدرس في البيت او الـ والمستويات برضه المستوى طبعا تمام. زي طبعا ما بيحضر كل يوم وكده بس احنا هنعمل ايه؟ دي حاجه جايه لنا بقى من عند ربنا ما نتكلم فيها خوفنا برضه على التلمير. بس طبعا التعليم بالتضامن مع الاسر فاكيد انتوا هتعملوا على إنكم تحاولوا توصلوا الطلبة يعني لفصول تانية تحاولوا تخلوهم برضو هم ماشيين في الطريقة الصح في التعليم عشان كل ما قعدوا في البيت كتير كل ما الواحد, أحنا الواحد نسي في البيت الواحد بينسي بعد كده الواحد برضو المستوى التعليمي بتاعه بيدنى احنا حضرتك دي مشكلة. مش عايزين يقعدوا في البيت بس بس دي حاجة أقوى مننا الأولياء والأمور خايفين على أولادهم و... دلوقتي برضو في دروس بتتأخد على أونلاين في في مجموعات تقوية اه على, على, على أونلاين وفي والتلفزيون عامل قنوات تعليمية تمام في التلفزيون يعني في قنوات تعليميه بتشرح كل حاجه ولها مواعيد وكده بس مش زي برضو المدرسه بس الوزير ما كانش عايز يلغي الدراسه بس هي جايه حاجه غصب بقى اولياء الامور الحوا عليه وكده وهم حقهم خايفين برضه على اولادهم طبعا طبعا فنتمنى يا رب يتزاح المرض ده عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البشريه كلها يا رب امين لان يا رب. اللي بيضر هناك بيضرنا احنا بيدر هنا, احنا هنا. طبعا فنتمنى ان المرض ده يتزاح يا رب والوباء ده يتزاح يا رب نتمنى ذلك بكل تاكيد آه في في الاعلام والعلاقات العامه آه شايفه حضرتك ايه دور دور العلاقات العامه بين مصر و دول الجوار وحسن الجار يعني إيه والله في احنا بنحب الدول العربيه كلها والله وبالذات السودان يعني ربنا يكرمك لان كرم. السودان ديت يعتبر مصر والسودان بلد واحده بكل تاكيد فإحنا احنا بعلاقاتنا الكويسه يعني الحمد لله كل كل الدول العربيه بتحب مصر تمام لان مصر ام الدنيا بكل تاكيد طبعا نتمنى يا رب العلاقات تبقى كويسه جدا بين الدول كلها هي و... طبعا مصر اللعبة دور كبير طبعا في استحسان العلاقات ما بين الدول أكيد الدول يعني الجار والحاجات دي والله يعني. احنا بنحب الدول العربيه كلها وكل الدول العربيه بتحب مصر بمتأكيد. ونتمنى ما يبقاش في اي نزاع <applause> اي, حد من أي بلد يدخل يعني. مصر طبعا بيحبها بيحب شعبها حسب التعامل مصر اللي... بتحب وبتحب ضيوفها وبتحب بتحب اي حد ي... تستقبله بصدر الرحم يعني مصر بتحب الدنيا كلها بكل تاكيد وعشان كده دي <applause> الدنيا كلها بتحب مصر <applause> دي حاجه صراحه متشافه يعني برضو شايفين انه يعني كان الناس التاثير الحاصل في العالم مع الكورونا السياحه أيه الدينيه سواء كانت السياحه الترفيهيه فبرضو والله حضرتك الكورونا دي اثرت على كل حاجه تمام. اثرت على السياحه الدينيه وعلى السياحه العالميه كلها يعني تاثير تاثير جامد الشركات تكبدت خسائر جامده كمان بالنسبه لوقف السياحه الدينيه ايوه وغير ما بيجي لها ضرايب جا عليها ضرايب مديرين الشركات مش يعني كان الله في بجد ليه بقى لان دلوقتي عندهم موظفين المفروض انه يديهم مرتبات مش عارف اه فدلوقتي اللي. السياحه الدينيه واقفه اكتر بقى لها اكتر من عامة اهي تمام نتمنى ان ربنا يا رب يهدي الحال وترجع السياحه الدينيه ثاني والسياحه اللي هي اصلا العامة. يعني السياحه العامه السياحة اللي هي بتعمل على الدخل أوه. والناس بتيجي تزور الاثار وتزور الحاجات الجميله الموجودة داخل مصر السياحه دي حاجه اساسيه في مصر يعني أي. يعني ده, ده وقف حال بالنسبه لمصر كلها والعالم كله يعني السياحه في على مستوى العالم واقفه فنتمنى يا رب السياحه ترجع تاني وشركات السياحه ترجع تشتغل تاني نتمنى ذلك آه. آه. استاذه هدى آه حنطلع احنا فاصل واكيد حنكمل أعزائي المشاهدين فاصل وراجعين لكم تاني فاصل قصير خليكم معانا رجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين ولسه مواصله مع ضيفتي الجميله اللي, اللي منوراني في الاستديو معالي المستشاره هدى محمد حسن اهلا محمد وسهلا محمد. بحضرتك <applause> للمره الثانيه حسن محمد اهلا وسهلا حضرتك الله يخليك انتي منورانا والله يا استاذة حبيبه قلبي تسلمي لي الله يخليك, الله يخليك. آه كنا احنا لسه بنتكلم في السياحه والتاثير آه على جانب ذلك آه حندخل على طول ونتكلم عن دور الاسره تأثير الكورونا على يعني صراحه النطاق العام سواء كان الأسره الكبيره أو الصغيره سواء كانت صحاب الجيران كل الناس دلوقتي صراحه صعب جدا إنه إحنا أيوه فعايزين برضو نتكلم عن الدور ده هو حضرتك كورونا دي أثرت على الأسره وأثرت على ما بقاش في ترابط دلوقتي كل واحد قافل على نفسه كل واحد خايف هم كان من يوم يوم هم عايزين يعملوا كده <تصفيق> <تصفيق> كانت اه يعني مع ظهور الـ التكنولوجيا كان كل واحد تلاقيه في ركن وماسك تليفوني تليفونه وبعد كده جت جت كورونا كملت كل حاجه اي واحد تلاقيه في غرفته اه وهو ده على فكره اللي بيعمل تباعد اسري يعني ايوه يعني حكايه الانترنت اللي وصل ده وكل واحد معاه موبايله والزوج معاه ايوه معه ايوه موبايله والزوجه والاولاد وكده كل واحد قاعد في غرفته فده بيعمل تباعد اسري طيب. جت الكورونا بقى زودت ايوه ايوه تلاقي انه ما فيش ترابط تلاقي ما فيش يعني حتى لا احيانا الام تصبح الصبح تتفاجأ باخلاق جديده لابنها أه؟ ده عشان ايه عشان حضرتك مش متابعه ابنك طلع امتى خرج إيه؟ امتى دخل امتى حتى احيانا في ناس مش عارفه ابنها اكل ايه او شرب مش عارفين او شرب ايه اي إيه. حاجه أه هو اهم حاجه, حاجة هي بتخلص آه اللي وراها ومن تعبها طبعا بتنام والولد بره الله اعلم جه امتى خرج امتى فطبعا دي حاجه سلبيه دي حاجه مش كويسه ده كده الشباب بيضيع على فكره كده يعني احنا عايزين يبقى في يعني الشباب ما ينفعش ان يفضلوا كده بره على طول ان او حتى نقعدوا في البيت قاعدين على الانترنت يبقى في احنا عايزين كورونا دي جت بقى ادتهم فرصه ان هم يقعدوا على طول 24 ساعه في ال 24 ساعه المفروض الفرصه دي تخلي الناس تتجمع يبقى فيه مع في تقارب بقى أيوة بس في تقارب ازاي وان انت انت خايفه تروحي عند اختك اخوك خايف يجي عندك يعني هي دلوقتي كل حاجه افرض على روحها فيديو اشوف يعني حد يتكلموا تليفون فيديو كله وخلاص خلاص الموضوع آه آه خلاص شكرا على <applause> مش عارفين نقعد على طربيسه السفره الكبيره ونتكلم في مع الايام بعض والله ربنا يرجع الايام دي تاني وكده أيه. يبقى في ترابط طيب اسري زي الاول لان حتى عدم <applause> بالنسبه للتلاميذ ما بقوش حتى يروحوا يشوفوا المدرس فيس تو فيس أيوة دي خلى ممكن العيل يجي له عقده برضه. فعلا بالضبط يعني هو كان صراحه يعني كان الفرصه انه الطفل يروح المدرسه بيخلي يمكن الجو شويه آه هادي آه الام بتعرف تخلص الحاجه اللي وراها وكده دلوقتي الطفل قاعد على طول هي خايفه يخرج لاحسن يجي له كورونا وهي خايفه حتى خايفة من جارتها كمان يعني حتى صعب برضو حضرتك انه في ناس يعني دلوقتي احنا في ناس في مدارس بتتلقى التعليم على عبر السوشيال ميديا عبر النت عبر الاونلاين ففي ناس ما معهاش ال في 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 ناس ما عندهاش امكانيات أيوة. احنا كفلاحين عندنا في الارياف ما عندناش حتى لو في حد حد عنده نت الشبكه اصلا مش كويسه ايوه الشبكه بتبقى وحشه ففي فاحنا بنتمنى والله ان المواضيع ترجع تاني والدراسه ترجع تاني وكل حاجه لان الموضوع كورونا دي قفل الدنيا كلها بصراحه أيوة. يعني قفل الدنيا كلها قفل على الاسره وقفل على كل حاجه في البلد ايوه مش عارفين بس احنا زنبع. المفروض ان احنا برضو ايه نرجع نمشي الحاجه يعني مع اتخاذ. العوامل الاحترازيه يعني تمشي كل حاجه برضو ما نقفلش كل حاجه كده برضو مره واحده مره واحده لازم يكون لازم في أوه. اجراءات احترازيه أوه. والناس تمارس ال... تمارس حياتك عادي انت حضرتك عندك في في بلاد بره بي... بي... مع التزام العوامل الاحترازيه الكمامه وكده وال... والتعقيم بيروحوا شغلهم ويروحوا عادي احنا بقى ما بنصدق عايزين نقفل وفرحانين قاعدين لا في, 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 في البيت ما شغل في ناس حاجة. صراحه بتبقى مش مبسوطه بالذات اللي بيشتغلوا اعمال الحره والاعمال آه اليوميه ضروا برضو, برضو, برضو ضروا يعني. جدا آه فدول اكيد بيكون الواحد نفسه يروح شغله عشان دي بيجيب آه منها لكمه عيش وبعدين و... الدوله هتجيب منين؟ ايه؟ يعني انت دلوقتي ما, ما, ما لازم الشغل يمشي طبعًا يعني لازم العمليه العجله تدور ايوه طبعا مع يعني اتخاذ العوامل الاحترازيه مش مثلا انا الدنيا برده بقى لازم شغل لازم استثمار لازم آه فلوس لازم, لازم ما هي الدوله هتعمل ايه يعني الدوله عملت للعمالة اللي هي الناس اللي هم بيعملوا شغل مرتبات كل شهر 500 صراحه يعني, يعني دي حاجه على منين يعني. ايوه يعني صراحه دي حاجه جميله جدا يعني الرئيس يعني الدولة يعني عمل حاجه أيوه. كويسه بصراحه بس بس احنا هنلاحق على كده منين؟ طبعا مش هينفع أنا يعني بعدين مش اسر واسر يعني اسر كتير جدا وفي ناس بقى اللي بتاخد يعني في ناس كتير قوي بتتقدم كل شويه تلاقي حاجات اعداد مهوله طب الدوله هتلاحق على كده منين؟ لا طبعا مش هتلاحق فنتمنى نتمنى يعني يعني آه حضرتك انك تقولي الناس تعمل احترازات ومع ذلك تواصل وتباشر العمل مباشرة العمل بتاعنا والعجله تمشي مع مع الالتزام يعني ما هي الدوله هتجيب منين يعني هتجيب اجيب مرتبات كده الناس قاعده في البيت تجيب لها مرتبات منين يعني هو الرئيس يشكر ان عمل حاجه زي كده طب وبعد كده تمام فنتمنى يعني العمليه تدور يعني تتدور نعم وتبقى العمليه ان شاء الله الله. والناس يعني الله الـ الـ يا رب. كل حاجه تسهل زي الاول وحتى التدهور الاقتصادي والتدهور الحاصل الدنيا تزداد آه وحضرتك ايه رايك في تعليم عن عن بعد وحضرتك شوفي ايه زي ما اتكلمنا برضو في قبل شويه ففي محاسن وفي اكيد يعني. اه طبعا له سيء له اضرار على فكره. سلبيات لا سلبيه كتير ان التلميذ او الطالب انه يكون بعيد عن المدرس بتاعه دي حاجه مش كويسه يعني ما يشوف المدرس فيس تو فيس كده يعني ويتعامل معاه غير اما انت قاعده بتتكلمي على شاشه ايوه هو تلاقيه هو بيتكلم معاك على شاشه وهو بيعمل في حاجه تانية اه طبعا ياكل او بيحبش في حاجه فمش هيكون مركز انت زي مش هتقدري ل... مش هتقدري زي زي المدرسه في الفصل او أيوة المدرس أيوة. وبعدين العي العيل ممكن يكون عقده اما قاعد كده على وجوده في الكلاس آه عكس وجوده في البيت هو لا لا, بي لا طبعا في الفصل يعني حاجه كويسه في ترفيه في فصحى في حاجه في في انشطه في العاب في حصه موسيقى في كده في كده في ترفيه شويه غير البيت لما أيوه. انت ما عند الطفل اقعد الاستاذه هيت على اللي اللي الدروس بتاعتك كلها مش كده كده هيبقى عنده عقده تمام بس بس هنعمل ايه هو ده يعني هو ده الحل ما هو احنا كنا كانت الدراسه شغاله وكانت كويسه و100 بس اولياء الامور خافوا على اولادهم وقال لك عشان الكورونا وكده والوزير كان بصراحه ما كانش عايز يلغي الدراسه هو لغى على حسب اولياء الامور اولياء الامور اه اه كان ضغوط جامده أيه. بصراحه يعني الناس كانت خايفه تمام الناس كانت خايفه ونتمنى يا ربنا يا رب الحال و, و... على مستوى الجامعات برضو في تاثير اه يعني طبعا بقى. طبعا في تاثير طبعا ما انا بقول لحضرتك يعني الخروج واللي دي, دي حاجه كويسه غير م. الواحد اللي ما يكون قاعد كده 24 ساعه عشان يشوف دروسه في البيت دي حاجة ممكن تربي العقدة ومش هيبقى عنده استيعاب على فكرة مش زي المدرس برضه ما بيبقى بيوصل المعلومة للطالب وكده مش هيبقى في في البيت اه يعني ممكن قاعد في بيفكر في حاجه ثانيه المدرس أيوة. شغال وهو دماغه في حاجه ثانيه ايوه وخلاص يعني والام بقى مفكره ان هو قاعد بيستوعب دروسه وكده دي اكبر مشكله على فكره يعني مشكله جامده ممكن برضه يعمل أو تدني وبعدين يعني يمكن يعمل تدني على المستوى التعليمي طالما هو مش مركز مع المعلم او مع الأستاذ او مع, مع الميس اللي بيدرسه فهيكون في مشكله يعني جدا صعبه اه 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 ممكن فنأمل يعني إنه الاداره التعليميه والاسر نامل انهم يتفقوا علي حاجه معينه عشان الناس تعرف صراحة الله والله التعليم والله والله ان الدنيا ترجع تاني ومع اتخاذ العمل الاحترازيه وربنا يهدي الحال يا رب والجائحه دي بقى تمشي من العالم كله بقى <applause> <applause> كفايه علينا كده <applause> يا رب ان شاء الله, الله. آه حدثينا عن دور المراه في تاثيرها على المجتمع في في تاثيرها على حاجات كتيره يعني هي المراه المراه دلوقتي يعني عمود في كل المؤسسات وبتساهم في حاجات كتيره حضرتك كمراه امراه ومستشاره في احدى المؤسسات الاعلاميه عايزين نتكلم عن الدور ده والله المراه ديت كائن عظيم يعني حضرتك المرأة العاملة إن هي وراها مسؤوليات جامدة بتروح شغلها وبتيجي بتكافح تمام. وبتتعرض لكل حاجه زيها زي الراجل ما بقاش في فرق بين الست والراجل دلوقتي تمام. لان هي كائن عظيم جدا. فكنت اكيد الورقه ديت هي الاخت وهي الام وهي الزوجه وهي الصديقه وهي الحاجه هي المجتمع كله هي يعني المجتمع هي اللي شايله أيوة الناس, الناس بتقول نص المجتمع بس احنا بعد كده نأكد انه لا هي المجتمع <تصفيق> كله <تصفيق> <تصفيق> صراحه كفايه انها بتكون واقفه جنب الجوز وواقفه جنب ابنائها اه كفايه عليها ده دي دي شايله أيوة. مسؤوليه جامده قوي كل المسؤولية تربيه الاطفال ديت حاجه صعبه جدا على فكره وان هي تروح شغلها وبيتها والزوج مطلوب ان هي تعمل كل حاجه في البيت ما فيش حد بيرحم دلوقتي كل حاجه عايزه مجابه فهي الست ديت والله المراه دي كائن عظيم يعني انا بحيي كل النساء اللي في العالم كله ربنا. على تعبهم وعلى مسؤوليتهم الجامده وربنا يكرمهم ويجازيهم خير يا رب باسم مين أنا <applause> الله يخليك استاذة هدى معالي المستشارة هدى الله يبارك صراحة أنا مبسوطة والله أنا جدا والله وكنت ضيفة عزيزة علي ده الأسبوع الثالث على التوالي وأنا بجيب صراحة سيدات ف... فكان انه لابد انه في النهاية في ختام الحلقه نتكلم عن دور المراه وكل الحاجات اللي بتقوم بيها المرأة فأنا شاكرة لحضرتك ربنا على تلبية الدعوة ووصولك للقناة المتواضعة قناة الصحة والجمال كنت ضيفة عزيزة علي أنا سعيدة منكاك والله أتمنى يكون في بيننا بين القاءات تانية إن, إن شاء الله بإذن الله الله يخليك يا رب شكرا يا ربنا, ربنا يخليك كل سنة وحضرتك طيبة وشعب المصري كله بخير يا رب أعزائي آه المشاهدين آه قبل ما أختم حلقتي كانت جميلة بي وكانت مميزة بتميز ضيفتي الجميلة الجميلة اللي منوراني داخل الأستديو آه قبل ما أختم عايزة آه أعمل آه برقية حنية لإبني عمي آه مش عارفة أصلا فين أصلا <applause> آه برقية تهنية للعريس الباش مهندس إيمانويل أويل ويت والعروسة الجميلة آه رانيا أتوك بتمنى لهم حياة زوجية سعيدة ولكل الأسرة في مدينة ملكال بكل تأكيد وأعزائي المشاهدين لغاية هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم استنونا الأسبوع اللي جاي بكل تأكيد كما عودناكم إلى اللقاء.